سيادنا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في قناتكم، قناة الوسيط العقاري. اليوم وفقنا الله سبحانه وتعالى جمع لكم واحد العقار، موقع ديالو هائل من بين احسن المواقع اللي كاينه في هذه المدينه. هذه خوتنا حبابنا كنتحدثوا على مدينه تماره، المدينه الرائعه والمدينه الجميله ومدينه ذات المستقبل الظاهر. دائما كنقولها ونعاودها ونكررها، لان الموقع ديال هذه المدينه هذه كيخول لي انها تكون من بين احسن المدن ومن بين المدن الرائده ان شاء الله في مجال العقار، ومن بين المدن اللي عندها مستقبل ان شاء الله جميل، بالخصوص الاخوه والاخوات اللي كيبغيو يستثمروا في المجال ديال العقار. خوتنا حبابنا جمع لكم هذا العقار. هذا الموقع ديالو كيف ما قلنا من بين احسن المواقع بحكم القرب ديالو للمواصلات، اللي هي من بين اهم الحوايج اللي يمكن خاص الانسان يركز عليها عند اقتناء العقار. خوتنا حبابنا قريب المواصلات وقريب لاكار ديال مدينه تماره، شقه المساحه ديالها 134 متر، رائعه المساحه ديالها تبارك الله كبيره. راه فيها 4 ديال لي شومبر، هذه خاص غير شويه ولكن 4 ديال لي شومبر صالون، مفصله زوينه، 4 ديال لي شومبر صالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ، وعندنا السيجور. المساحه راه 134 متر، عندنا 114 متر ديال لابارتومون، وعندنا 20 متر ديال لاكور. الصالون تبارك الله مبهج، شوف الصالون الحجم ديالو، المساحه ديالو كبيره ما شاء الله، عنده جوج ديال الشراجم. غرفه النوم الاولى هادي راه بالبالكون ديالها وبالبلاكار ديالها، المساحه ديالها كبيره. هادي عندنا جوج المساحه ديالهم، جوج ديال لي شومبر المساحه ديالهم كبيره، لا شومبر ديال النعاس راه كبيره حتى هي ما شاء الله، ولكن جوج ديال الشومبر الاخرين شويه صغار. هذه ولا شومبر اخرى راه المساحه ديالهم تبارك الله كبيره. وكيف ما قلت وكيف ما كنقول دائما، اللي بغى يدير زياره للشقه مباشره يتصل بنا عبر ارقام الهاتف، وان شاء الله نجيبوا حتى لهذا العقار. اكيد غتعجبكم الدار فروجيه، ملي كتدخل ليها دار فروجيه، دار زوينه ما شاء الله تبارك الله. هذه الطوال تاع عزكم الله ديال الضياف. الدار مصلوحه مفينيا، وكيف ما قلت راه جات في السونتر ديال مدينه تماره، جات ما بين شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني، اقرب اكثر لشارع محمد الخامس، ما بينه وبين لاكار ديال مدينه تماره، لاكار ديال التران واحد 3 ولا 4 ديال الدقائق على رجليك، 5 ديال الدقائق على رجليك، على رجليك ماشي بالسياره. عندنا واحد السيجور هنا زويون، هذا جا قريب للكوزينه. عندنا كذلك الكوزين مبهجه، مربعه زوينه، عندها جوج الكوزينات. الكوزينه هذه كيف ما كتشوفوا معنا جوج بلاكارات الفوق والتحت، وعندنا الكوزينة الثانية، هذه الكوزينة ديال القليو، هكا إلا بغينا نقليو شي حاجة وما تدخلش هي عندنا الريحة كتكون هنا. هذه جات دارها صاحبها في لاكور باش كتكون التهوية على برا، يعني ريحة الماكلة هكا كتمشي على برا. شقة زوينة كيف ما قلنا 134 متر، جات في الطابق الأول، أبارتمون وحدة في الإيطاج، شقة واحدة في الإيطاج، مساحة 134، عندنا الكراج ديال السيارة وما عندناش غير المصعد. وكيف ما قلت راها في الطابق الأول، يعني العمارة كلها، العمارة راه إير بليس 4، وعندنا ابارتمون واحده في الايطاج. هذا موجه خصيصا الاخوه والاخوات، كثير منكم كيطلبوا العدد ديال الساكنين يكون قليل. هذه راه شقه كتستجب لهذا المعايير. هذه بالنسبه للفصاد ديالها راه كازاويه، وبالنسبه للموقع ديالها كيف ما قلت مدينه تمار، الله اكبر، ما بين شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني، ولكن اقرب لشارع محمد الخامس، اللي من المرجح ان شاء الله ان الترامواي غادوز من هذا الشارع. هذا شوفوا معنا خوتنا وحبابنا غرفة النوم الرئيسية، المساحة ديالها تبارك الله كبيرة، وكيف ما قلت عندنا جوج ديال لي شومبر كبار وجوج ديال لي شومبر متوسطين شوية، يعني 4 ديال لي شومبر ديال النعاس وجوج ديال الحمامات ومطبخ، وعندنا واحد التيراس، عندنا البالكويات، يعني لابارتومون مهوية ومضوية. الموقع ديالها مدينة تمارة، المساحة 134 متر. هذا راه حمام بلدي، راه دايز له النحاس ديالو، دايز له كلشي كيسخن، رائع. بالنسبة للثمن خوتنا وحبابنا ديال هذا العقار، هذا اللي كيف ما قلت راه الموقع ديالو جد استراتيجي، وراجع في الطابق الاول، وعندنا الكراج ديال السياره. هادو هما لي شومبر الناس، ها انتم كيف ما كتشوفوا راه كلهم حتى هما البلاكارات ديالهم، هادو جوج ديال الوليدات. الثمن خوتنا حبابنا 128 مليون، والثمن ان شاء الله راه قابل للنقاش. الثمن 128 مليون والثمن راه قابل للنقاش بعض الشيء. اللي بغى اي معلومه اضافيه على هذا العقار هذا يتصل بنا، اللي بغى يجي يشوف العقار مباشره كذلك يتصل بنا، مرحبا به والف مرحبا. وكذلك اللي عنده اي عقار، اللي عنده شي فيلا ولا اللي عنده شي بقعه ارضيه ولا اللي عنده شي اي عقار وبغى يبيعو عن طريقنا في فين ما كان في اي مدينه في المغرب يتصل بنا، والباقي ان شاء الله راه كله علينا. ان شاء الله نهبطوا للسوسول ونعاودوا نتلاقاو بكم باش تشوفوا زعما التفاصيل كامله. هذا هو الطابق تحت الارضي، هذا كيهز 4 ديال الطوموبيلات، المساحه ديالو تبارك الله كبيره، راه هز اكثر من 4 ديال الطوموبيلات. وهذا هو العقار ديال اليوم، الله يحفظكم ويجيكم. وكيف ما قلت اللي بغى اي معلومه اضافيه يتصل بنا، ونحن وراء الاشاره. حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.